الطائرة أيضا للنزول على حملات الطائرات، النوع المخصص للطيران البحرية. هذا النوع من الطائرة هو ما يسمى لايت كومبات ايركرافت، صممت في جمهورية الهند، وهي صممت خصوصا لمجالات جميع أنواع الأجواء، درجة الحرارة العالية والقليلة، وهي طارت تيجاز في الإقلاع الآن. Down the runway shortly to pull up into the vertical.